33 لوحة فنية للفنانة التشكيلية الشابة رزان السعدي، جسدت خلالها حالة المرأة من انكسار وتألق وإبداع في أول معرض فردي لها في صالة الأسد للفنون الجميلة بحلب، والذي يستمر 3 أيام. هلا هذا المعرض الفردي الاول لي بعنوان شغف انثى بالالوان، حبيت اعرض فيه حالات المراه بالعموم. هلا اسمه المعرض بدايه شغف، انا برايي وباعتقادي انه الشغف كثير ضروري بحياه كل شخص فينا سواء مراه او رجل. الشغف هو بيخلي تعطي اكثر، تبدعي اكثر، سواء بين رفقاتك، اهلك، الحياه بالعموم. الشغف هو بيخلي كمان كثير من العقبات والمحن ممكن تمر عليكي انه تتخطيها بكل سهوله تطلعي منها كإنجاز كإبداع. شغف أنثى بالألوان عبارة عن معرضي الأول، بيحتوي على 33 لوحة من عن المرأة، حالاتها، انكسار المرأة المحاربة، نجاح المرأة بالعموم. رزان عاشت بالبيئة اللي عنا، بيئة فنية من أجدادها ولحد الوالدة، فإن شاء الله المعرض ينال إعجابكم ونتمنى للتوفيق. استوقفتني هالعمل اللي بيمثل البنت السورية أو البنت اللي بتمثل حلب ونهوضها من جديد ضمن الراية المنصورة والقلعة الحبيبة لمدينتنا حلب. بنلاحظ نحن من خلالها أني عندها تجارب متعددة، تجارب بالألوان المائية وتجارب بالألوان الزيتية، اعتمدت على الأنثى بالشكل العام لأن الشغف تبع الأنثى، فحاولت تجسد الأمرأة بعدة أساليب وبعدة مواضيع مختلفة. هذا بالنسبة كفنانة بالبداية الطريق رائع جدا، يعني واخدت عنوان شغف أنثى بالألوان. طبعا اللوحات ضمنت كتير، ساعدت بقضية العنوان، خدمت العنوان بشكل جيد جدا. Thank you.